واش خدامه كونيكسيون ولا لا. مزيانه. بسم الله. مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من بولانوار نواحي مدينة خريبكة. مرحبا بكل متابعي قناة شوف تي في أينما كنتم مشاهدين، داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. معنا حالة اجتماعية تستحق أننا نتعاونوا معها، نبارطاجيو، نديروا الدعاء وإن شاء الله يكون خير. فمرحبا بكم خوتي خواتاتي، عائلتي الثانية اللي دائما تنتمنى تكونوا حاضرين معايا في هذا الخير. فمعنا الأخت جميلة خمسينية اللي كتعاني يعني من عينيها، المشكل عندها في الشوف، يعني كما تنقولوا ضوع ويناتها، شي حاجة اللي هي صعيبة، وشي حاجة اللي تنقولوا اللي عنده صحيحته يحمد ربي ويشكره. الأخت جميلة هادي عام وهي طالعة نازلة المستشفى الحسن الثاني هنا بمدينة خريبكة، رونديفو مورا رونديفو، موعد مورا موعد، بدون جدوى. مشاهدي قناة شوف تي في، يعني هنا هاد السنة هادي كان المشكل عندها، هي المشكل اللي عندها ديال الجلالة، كان عندها المشكل في عين وحدة بحرة بادي، من تما بدات يعني في تحاليل، في مواعيد، موعد مورا موعد باش دير العملية، مدة سنة حتى مشات ديك العين، يعني ما بقاتش كتشوف بها نهائيا، تطات كامله بالجلاله. المشكل انتقل للعين الاخرى، المعاناه يعني نفس المشكل حتى هي بحر بادي، يعني هنا تتناشد القلوب الرحيمه انقاذ ما يمكن انقاذه، وان شاء الله كتناشد الناس اللي تقدر تعاونها دير العمليه. العين اللي دابا ما بقاتش كتشوف بها، والاخرى كما تقول بحر غير تنخايل بها. فخليكم معنا نسمعوا من الاخت جميله اللي كتسكن ببولانوار، بولانوار اللي كتبعد على مدينة خريبكة بخمسة كيلومتر. نتمنى تلقى الناس اللي يعاونوها، وانتم اخوتي اللي حاضرين معنا في هذا المباشر عاونوا بالبارطاج بنية. انت بدا عندك المشكل شي عام دابا، كنعتذروا مشاهدي قناة شوف تي في، كنعتذروا مشاهدينا كونيكسيون شوية ضعيفة، كنتمنى تبقاو معنا وتعاونونا نوصلوا المعاناة ديالها، نوصلوا المعاناة الى قدرتي دير، نوصلوا المعاناة ديالها. جميلة تفضلي اختي، عاد رجعت شويه كونيكسيون. مرحبا بك اختي. عام هذا وانا في السبيطار ديال المخزن متبعه معاهم، فين ما مشيت تعطوني رونديفو، ملي كيلحقني الرونديفو ديري التحاليل، ديري هادي، ديري هادي، الوريقات كاع جا معاهم بدون حتى شي حاجه. كانت ديك الساعه يلا بادياني الجلاله في واحد العوينه، دابا كبرت لي الجلاله على عينيا ما بقيتش تنشوف بها كاع، طلعت لي الجلاله اخرى حتى هي ما بقيتش تنشوف بها، غير تنشعي بها. ودابا ملي كتمشي للسبيطار شنو تيقولوا لك؟ تيعطوني الرونديفو ملي كيلحقني، تنمشي نبغي باش ندخل عند الطبيب تيعطيوني رونديفو اخر، شهر شهرين ثلاث شهور، غير مؤخرا مشيت عطاوني حتى نهار 28 في شهر 5، وانا دابا عيني الخوت هما باش كنترزق الله، عندي وليداتي، عندي تنخدم غير بعويناتي، ما كاينش اللي للاسف الشديد. اذا مشاهدي قناه شوف تي في غادي تبقاو معنا، نحاولوا نشوفوا نشوفوا الا قدرنا اننا نخرجوا شويه لبرا، نخرجوا شويه، جيبوا معاك، بقاو معنا مشاهدي قناه شوف تي في. هنايا كتشد شويه كونيكسيون اجي اختي، هنايا خليكم معايا لان بغينا نوصلوا الصوت ديالها والمعاناه ديالها للقلوب الرحيمه، ولكن لداخل في الدار. جلسي اختي غير تمايا الا قدرتي، عطيها شي وساده ولا شي حاجه تجلس عليها، نوصلوا اختي الصوت ديالك والمعاناه ديالك. فكتقولي عام وانتيا كتعاني، عام وانتي كتجري في السبيطار. اجي اخويا جبت داك الميكرو كاميرا، غير اجي ديرها نفس شد اختي جميله بجوج، شديهم بجوج اختي. مرحبا جميله، نعاودو من الاول باش ربما دابا عادي تسمع الصوت ديالك. حكي يا جميله، من امتى وانت كتجري في السبيطار؟ عام اختي دابا وانا كنجري في السبيطار، ها وريقاتي تيلحق يوصلني الرونديفو، تيردوني تيعطوني شهر شهرين ثلاث شهور، ملي تيوصلني ثاني تنبغي نمشي هاكي ديري التحاليل، ديري هادي ديري هادي، تمشات ليا عوينتي، العيال الاخرى حتى هي مشات، ما كاينش اللي تيهزني، ما كاين اللي بيا، ما عنديش الراجل ميت ليا،
عندي وليداتي انا اللي كاريه دار ب15 تنصرف عليهم بالخبز. تنخدم غير في القهاوي، تنخدم غير في القهاوي والشوايات. دابا ملي مشات ليا عوينتي حتى واحد ما بغى يخدم لي، اللي قلتها لي تيقول قال لا، خاصك عينيك وخاصك هادي وخاصك ديك. ما كاين ليا غير الله. تنعاون تنطلب منكم اخوتي المحسنين ترجعوا لي الضو ديال عويناتي، راه ما عندي اللي بيا، راه هزيني غير الجيران، هزيني غير الناس. عندي الله سبحانه وتعالى كاريا، ماشي شي حاجه صعيبه، ولكن بالنسبه ليا راه صعيبه بزاف. مشي لي ضو عويناتي، ما نصبش باش نجيب لولادي حتى الخبز، ما عنديش، عندي الله سبحانه وتعالى، هزيني غير الناس. الكرامة كنلقاش جميلة. ملي شفتي يعني المستشفى العمومي موعد مورا موعد ومعطلين عليك، حتى مشات لك العين الاولى، دابا مازال تنعاود العين الاخرى حتى هي وليتي غير كتشوفي غير الضبابة، يعني واش ما فكرتيش مشي تسولي شحال الثمن ديالها في المصحة ولا؟ مشيت سولت في كلينيك قال لي 130,000، وانا ما عنديش 130,000، ما كاينش اللي عطيها ليا 130,000. اه 130,000 ما عنديش. كاري يا خوتي كاري ب15 وبالموضة، وتطلع لي ب20 كذا و20. عندي وليداتي صغار، عندي ما كاينش اللي كيجيب لهم حتى الخبز الا ما جبتوش لي انايا. وانا تنطلب منكم اخوتي غير ضو عيني يرجع ليا، تنطلب منكم والو، ما باغا لا فلوس لا والو، باغا ضو عيني يرجع ليا. انتي حتى الا ما بغيتي شي حد كاع يتكلف ما يعطيكش حتى الفلوس؟ لا بغيت انا يرجع ليا غير ضو عيني. ما كرهتيش شي حد يمشي يتكلف لك بالعمليه؟ ما كرهتش من غدا يرجع لي الشوف ديال عينيا. جاتنا خوتي في العينين، ما بقيتش تنشوف. هادشي اللي عطى الله. تنطلب منكم توقفوا معايا وترجعوا لي ضو عينيا. هادشي اللي كنطلب منكم اخوتي، الله يرحم الوالدين. عيبه جميله، يعني الواحد كان بصحته وخف وخدام، يعني فجاه كيولي الواحد ما بقاش كيشوف. صعيبه بزاف، صعيبه حتى العينين هما كلشي. نطلب منكم اخوتي تعاونوني. عام كتشوفي بان عام بزاف، انت سير واجي عام بزاف. ها الاوراق، التحاليل، التخطيط ديال القلب، ها الرونديفوات، ها هما ما عرفتش، ما عنديش اللي يوقف معايا، عندي الله سبحانه وتعالى. يعني مجدد التحاليل مجدد كلشي كاين، كلشي كاين، هما كلشي عندي، ها الاوراق، ها هما كلشي عندي، عندي التخطيط ديال القلب، عندي تحليلات، عندي كلشي، ها هما فين الباب اللي دقيت عليه تيتسد ليا في وجهي، مابقيتش اللي وقف معايا. هاد المرة اش من حجة زعما باش رجعوك حتى لشهر خمسة؟ علاش؟ رجعني لذاك البناج، ديت لي التحاليل، ديت لي كلشي، قال لي غتعاودي لي واحد التحليلة ديال الخزان. وديال الخزان ديروها دغيا ونردوه، علاش؟ درتها مشيت، قالوا لي خاصك تاني تشدي رونديفو اخر. هي فاش عطاوني تا نهار 28 في شهر خمسة تتمشي ليا العين الاخرى، داكشي اللي كان نشعي به يمشي ليا ونقعد. ما لقيتش اللي وقف معايا، ما لقيتش فين ما مشيت، كاع البيبان تسدوا ليا في وجهي. انا بغيت غير ضو عيني باش نجري على وليداتي. عندك السكر؟ ما عنديش. ماشي السكر؟ لا. يدير الله خير، يدير الله خير. اذا النداء ديالك لخوتك المحسنين انت جميله. اه بغيتي تقولي للناس اللي كيشوفوك؟ بغيت نقول لهم عاونوني، عاونوني، انا ما باغاش الفلوس، باغا يتكلف بليا شي واحد يديني يحيد لي الجلاله، يرجع لي الشوف ديال عينيا. هادشي اللي طالبه، ما باغا لا فلوس لا والو، باغا ضو عينيا باش نخدم على ولادي وباش نشوف. وباش انا دابا وليت تنمشي في الزنقه بعد مره حتى تنطيح، ما كنشوفش شي حفره ولا شي حاجه تنطيح. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، سمعتوا معنا الاخت جميله، الطلب الوحيد ديالها هو ضو عويناتها، بغات القلوب الرحيمه يوقفوا معها، ما طلبت لا ما تاكل لا ما تشرب لا حتى شي حاجه، طلبت ضو عويناتها وهي تخرج تخدم على راسها وعلى وليداتها، لان هي اللي خدامه عليهم، خدامه في قهوه في الشوايات، يعني كتضرب تماره. ولكن ملي كيمشي الشوف راه ما كيبقى عندك فين غتخدم، لا انت غتقدر تخدم ولا حتى المشغل يقدر يخدمك.
هنايا كتقول عاونوني خوتي في ضو عويناتي. اصعب حاجه هو شوف الا مشى الواحد، اصعب حاجه بقى صغيره باغيه تخدم، كتقول لك انا بصحيحتي نخدم ولكن العوينات خانوني. شفتوا معنا عام وهي غدا جايه المستشفى الحسن الثاني باش انها تدير العمليه، حتى مشات العين، مشات واحد العين، العين اليمنى ما بقاتش كتشوف بها، دابا العين اليسرى حتى هي باديه فيها الجلاله. كتقول نقدوني وعاونوني، نحاولوا نقضوا ما يمكن انقاذه باش ما نشدش الركنه ونجلس على حساب الجلاله. الجلاله يعني عمليه بسيطه. سولات يعني في مساحه خاصه شحال باش غادي تدار العمليه، قالوا لها 130 130 الف ريال يعني باش غدير العمليه، لان صافي سات من المستشفى العمومي. وهذا هو اللي ما فهمناش علاش يعني الاطباء كيديروا بحال هكا وكيخليوا المواطن البسيط ما كيعطيوش حقه وكيضطر يمشي يلجأ للمحسنين باش يمشي لمصحه خاصه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حقها ما خداتوش عام، عام ما خداتش الحق ديالها في العلاج حتى مشات العين. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي نديروا تذكير بالنسبه للرقم الهاتف ديالها 06 03 91 56 75. نعاود رقم الهاتف ديالك اختي 06 03 91 56 75. هذا رقم الهاتف ديالها. نتمنوا انكم تقدموا لها يد المساعده، ما تبخلوش عليها، واللي دار شي حاجه ينويها لله ان شاء الله وربي يتقبل من الجميع. من بولانوار دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.